اولا هي النشوه دي في الخمسين، بس دي بتبدا من الاربعين يا صابرين. بتبدا من قبلها كمان، خاصه في التكنولوجي اللي احنا فيه والفضائيات. هي مرحله بيمر بيها اي انسان، سواء بقى ست او راجل. احنا جايين نتكلم عن الرجاله، بس اكيد هنتكلم برضه طبعا. ازاي المرحله دي بتمر بيها الست. هي مرحله بيمر بيها اي انسان من فترة زمنية معينة. المعتاد ان احنا بنقول ان هي من الاربعين للستين، ولكن عشان ان احنا في تقدم جامد جدا وبدأنا ان احنا ننطلق في الفضائيات، فبدأنا نشوف الفاشن، بدأنا نشوف قد ايه الستات والبنات اتغيروا، فبدأ الراجل يشوف نفسه. انت بس مكسوفه تجيبيها لنا من ورا وتقولي لنا كده انه ايه السوشيال ميديا، برضو السوشيال ميديا متهم اساسي في الموضوع ده. شغالت وسهلت، شغالت جدا. وسهلت ليه بقى؟ انت بدا كمان التواصل بقى اكتر. ازاي يعني؟ انت لما عايزه تعملي اي شات خلاص، هو على الفيسبوك انت بتتعرفي على اي حد، هو ده الراجل اللي هو عايزه. هو مش عايز، عشان بس ان احنا هنفرق، علاقه. لا مش عايزه، مش عايزه علاقه وارتباط. لا لا لا، مش عايزه علاقه ومسؤوليه، وعايز حد يقعد يتكلم معاه. هو في الفتره دي بالظبط، هي الفتره دي هو عايز رومانسيه. احنا خلاص بعدنا عن فتره الشباب، ومراته ما بقتش مبهوره بيه زي الاول، ما بتقولش كلام حلو. خلي بالك انت في فتره الشباب، انت الاشباع بالنسبه للراجل هو اشباع جنسي مقنن طبعا في العلاقه الزوجيه. طيب. خلاص خلصنا واجباتنا ناحيه الاولاد، واستقرار مادي واستقرار او مستواه المادي ارتفع كمان اجتماعي. احنا خلصنا كل ده وعملنا اسره، نعمل ايه بقى بعد كده؟ خلاص فدينا، استريحنا، بدانا نهدى، نعمل ايه بقى؟ بدور على الاشباع. ايه؟ اشباع العاطفي. اوكي الكلام الحلو زي ما بقول، زي ما انا لسه قايله لك الكلام الحلو. هي المفاجاه بالنسبه لي ان الستات كمان بقى، يعني احنا كنا فاكرين ان ده يعني حاجه بتصيب الرجاله. فبالنسبه لي كنت مفاجاه ان الست هو كمان من كتر ما الستات قعدوا يقولوا احنا زينا زي الرجاله، بقوا يعملوا زي الرجاله. لا لا، اصل هي مشاعر في الاخر وفي الاول، هي مشاعر، مشاعر للست والراجل. بس ولكن زمان كان ولكن الموانع اكتر عند الستات، يعني كده بحكم التربيه. لا وما زالت، ما هقول لك بقى ليه الست ما ينفعش تعمل زي الراجل في العلاقات. لان احنا عندنا في حاجه اسمها عادات وتقاليد ودين. طبعا. فاحنا كل هو ده بالظبط. لازم انت هتوقفي نفسك، ترمي نفسك، شد الفرامل بالظبط كده. وبعدين انا اعتقد العلاقات، معلش سوري ياسمين ان انا قطعتك، اعتقد العلاقات اللي هي بتتعمل كده بتبقى عامله زي قشره الموز. يعني ممكن الواحد يكون راسم لا مش هتعدى الحدود دي، ياخد الزحليق وياخد الزحليق بالظبط. هو ممكن بيحسب ان هي فتره، او ان احنا هنقول عليها نزوه، بس ممكن ان هو يكمل فيها. ده اللي انا كنت هساله بالظبط، لان انا يعني شفت طبعا وسمعت عن قصص من دي، بس بصراحه كانت من رجاله. يعني الراجل خلاص زهق، مش عايز، خرب البيت، هو اتقفش، بيخون مراته، بيتشات، حتى واتفر العلاقه وصلت لحد ايه، فالدنيا بتتهدف وهو بيروح. كتير منهم بيلبس في جوازه وبيكمل، وكتير منهم لا بيندم وبيزهق ويفضل بقى عمال من شجره لشجره زي العصفور، عارفه، من شجره لشجره. فهي نسبه نجاح او فشل العلاقه دي ايه؟ يعني ايه مقياس نجاحها او فشلها؟ الراجل في الفتره دي بيحس ان هو عايز اهتمام. فانت الست عليها دور كبير جدا ان الاهتمام. فهو ممكن يفرمل زي ما انت ما بتقولي لما يلاقي زوجته بدات توعى المشكله. خلاص انا في مشكله عندي. ولازم اي زوجه تعرف ان المشكله دي بتعدي على كل الازواج كلهم، ولكن في زوج متزن وفي زوج بينجرف.